بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إذا وضيال ملك استاد نجد أول إنسان كسر دوادة ورك التلفزيون كعالم جي ستار تي في وإذن كي من يحرون تي ستار تي في مجال دع رجابه ورك هدير بيد ما وحود يارين يدين لسه عصيان جو عبد الرحمن أحمد السرا وقد بدأ ورك وجود دور كران وحكم ده مجال دع هرجيسا وحلقة حصة إما أنت النافدة أدونك وصلنا تكست لقح حصة صدح دبيشة ديسمبر كوبية طبعا حلدبان وكتر سن قلها قورتي دا سومالي لان ايام موشين كاكين اي صدح دا حزب قران سومالي لان مامل كالدولة طهولسي مقالة دلاس عانو دا ياسو ساري قو عامو اي بجتار تنكاقا ممنوع ايان ودوين كواوين اي هالبولها اوها مقالة دلاس عانو دا نينو دا شاي ودن كا چاينا او دا الحيس كو چوغا مقالة دا بربرا ايا اسلامي mid kamid ah hoggaamiyasha sare ee kooxda Taliban ayaa lagu dilay duqeyn ay ciidamada Mareykanka ku fuliyeen dalka Afghanistan. Diyaarada ay leedahay qaramada midoobay ayaa daadgureynaysa dhaawacyadii jabhadii Houthiyiinta dalka Yemen. Dawadiyal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada warka ugu doorka roon haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horeystiyo qadar adeegga bulshada.